يجي في الدقيقه 68، طبعا من الدقيقه 6 للدقيقه 68 اخطاء عكسيه، بطاقات صفراء ما بتطلعش للفريق المنافس. علما بان هو معروف عنه غزاره اصدار بس غالبا لخصم واحد، فاهم؟ لا حاجه غريبه. هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف هو بيعمل ايه. لما تيجي من الدقيقه 6 للدقيقه 68 وانا بتكلم كتحكيم، يعني انا حزين على مستوى هذا الحكم، ومش عشان خاطر النادي الاهلي امبارح خسر، لا احنا مش بنبرر ان هواند ولا حاجه، ولكن اللي عاوز يتفرج على المباراه كتحكيم هيعرف كويس قوي قوي ان النادي الاهلي اتظلم امبارح في ركله جزاء غير محتسبه للكهرباء في الدقيقه 68، بيروح لبيرسي تاو. ده هو مستني مارسيلو يقع. يعني بيرسي تاو النهارده عمل ايه؟ واللعب قدام حضرتك بس لو حط رجليه بين رجل اللاعب المنافس اللي هو مارسيلو فقط لا غير. ده الراجل استغل التلامس البسيط، لاعب الفلونسي استغل تلامس الرجل البسيط اللي هي لعبه عاديه فيها تنافس عادي. طب وعمل سقوط او صنع السقوط. الحكم هنا ما استناش. يعني يا راجل يعني هذه الحاله اللي انت حسبتها على بيرسي تاو بالمقارنه باللي انت ما حسبتهاش، فين المعايير؟ فين المعايير اللي انت بتحكم بيها؟ انا في كوره والله العظيم فكرتني بالجمله اللي هي ضربني بايدي في وشه ولا بايده في وشي. بوشه وبايدي، مش فاكره اتقال ازاي بس يعني خدت بالك منها؟ يعني هو اللي ضرب اللاعب بتاعنا وبعدين هو اللي وقع وهو اللي هو اللي زعلان. لا هواند، بصي انا حزين، عارفه حزين ليه؟ لان لو حققت العداله التحكيميه امس، لو انت كحكم اديت النادي الاهلي حق، وانا مش بقول ادي له حقه، بتحسب ركله جزاء غير صحيحه على بيرسي تاو في دقيقة 68، أولًا هما ما وصلوش عندنا خالص قبل ال 68 غير الكرة اللي جت في العارضة في الشوط الأولاني والشناوي صد واحدة. أنت النهاردة في دقيقة 68 حسبت ركلة جزاء علينا بالغلط اللي هي جت منها الجون الأولاني. ما هو أنت النهاردة لما تحسب دي ركلة جزاء ضعيفة ما تتحسبش، وما تحسبش بتاعة كهرباء، لا يبقى أنا في حاجة مش مظبوطة. أه بالظبط. في حاجة مش مظبوطة، عايز أقول إن الحاجة اللي مش مظبوطة دي كيفية تعاملنا معاها بقى؟ يعني لازم يكون يعني عندنا رد فعل عامل إزاي؟ والله بص، ولا هو دلوقتي تحصيل حاصل ومش فارقة كتير؟ لأن والله يا كريم بص، هذا مش كلامي. يمكن هواند قالت كلمة في البداية. كل المحللين المصريين الكبار العظماء اللي هم يعني دارسين، أيوه، محدش اختلف على اللعبتين. يعني اللعبه الاولى، لا ده اللعبه الاولى دي واضحه. يعني يا عم اديني حقي، ادي النادي الاهلي حقه في الدقيقه 6 ركله جزاء تخلي النادي الاهلي يروح في حته ثانيه مع الاهداف اللي ضاعت، هتدي الثقه وهتدي دوافع كتيره جدا. على فكره في ناس كان عندها تحفظات على الاداء التحكيمي، مش بس في ماتش امبارح، حتى الماتش اللي قبليه مع اتحاد جده واللقطه بتاعه طرد مودست، والى اي درجه هو طرد مستحق بالظبط. ونيجي للماتش، يعني تخدني ماتش خوسيس اللي هو الحكم بتاع امريكا اللاتينيه، حكم عصبي جدا مش قابل حد يتكلم معاه، اي لاعب يروح معاه بيشخط فيه ويزعق فيه. وقلنا دايما الحكام تخليك هادي، عشان لما تكون هادي الهدوء بينعكس على قراراتك التحكيميه. لا ده مش قابل اي مناقشه. وبعدين توسمنا في سيمون ان هو حكم كويس وهيدير المباراه بعداله تحكيميه، للاسف هو افسد المباراه امبارح، والفار كان سبب رئيسي في الهزيمه. انا بقول اهو الهزيمه اساسا، وانا من وجهه نظري كتحكيم كان حكم المباراه. انا عايز اقول حاجه بقى كابتن ناصر، اضافه لكلام حضرتك مهمه جدا، حتى الحكمه بتاعت الفيفا كانت جايه من كتر اضاعه الوقت واللكاعه في الاخر. هي لو حضرتك شفت هي بتتكلم معاهم متعصبه، اللي هو انزل يلا التغيير. يعني هم كان في، انا مش عارفه والله احنا كنا بنلعب فين امبارح، يعني تحس لا الفريق غريب جدا، يعني اضاعه فرص، حركات احنا كنا بنشوفها ايام كنا بنلعب كوره في المدرسه يعني. فانا مش عارفه الحقيقه في ايه امبارح. يعني انا هقول لك على حاجه، انت بتتكلمي في نقطه مهمه جدا. في حاجه اسمها انت بتفهم اللعيبه ازاي تضيع الوقت بدون ما تاخد انذار، ودي احنا يمكن لعبتنا طيبين شويه يا نهواند، والله دي بتكلم بامانه. احنا عندنا طيبه كبيره، يعني انت لما تكون كسبان وعاوز تضيع دقيقتين، احنا كالفرق المصريه ما بتعرفش، شمال افريقيا بيعرف يعمل الحته دي كويس قوي، وبيعملها كويس قوي قوي وبدون ما بياخد بطاقه. احنا النهارده محتاجين الكلام ده. انت النهارده بتبقى كسبان 1-0 وفاضل 5-6 دقائق، ما بتعرفش تضيع منهم دقيقتين. امبارح نشوف هم كانوا متعمدين امبارح، المدير الاداري بتاعهم وهو بيغير، هو عارف هو بيعمل ايه،
هو معطل التغيير، بيقول لها مره نغير ده ومره نغير، لما يجي ده يقرب الخط لا 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 مش هو ده اللي هيغير بجد يعني، عارف هنغير واحد تاني. وهي طبعا توري بنزي لا لا هي امبارح كانت متعصبه، انا شايفاها وعجبتني بصراحه، لان هي شكلها كمان ما كانش حلو. احنا بنتكلم في تغيير، المفروض التغيير ما بياخدش نص دقيقه، 20 ثانيه او 30 ثانيه. لو بنتكلم في بطوله زي كاس العالم للانديه ما بقاش فيها فرصه للنوع ده من اللقطات الحقيقة.